بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، أهلا بحضرتك معنا. وجاءت سرا وعلانية أكثر من مرة، وفي كل مرة بيبقى الجزاء مختلف عن ما قبل في الآيات القرآنية. المرة دي سبحانه وتعالى قال يرجون تجارة لن تبور. كلمنا عنها. سبحان الله، احنا الإنفاق تجارة. تجارة مع ربنا، والتجارة الوحيدة اللي رابحة مع ربنا. لأن اللي أنت هتنفقه لازم يرجع لك. يرجع لك في الدنيا وهيرجع لك في الآخرة. يرجع لك من 10 أضعاف ل700 ضعف، وإلى والله يضاعف لمن يشاء. مين بقى اللي فينا يكسب الكلام من ده؟ الناس الوقت التجار بيبقى حلمها يعني تاكل وتشرب من حوالي تجارتها. فبالك بقى ربنا عز وجل بيقول لنا تجروا معايا تجارة لن تبور، خلاص؟ وفي الآخر ربنا بيقول إن الله غفور شكور. الطبيعي رحيم. كلنا عارفين كده، غفور بيجي معاه رحيم دايما. انما شكور ايه ده؟ يعني انا لما اتلو كتاب الله واقيم الصلاه وانفق مما رزقني الله في السر وفي العلن، وانا كده بتاجر مع ربنا. صحيح. انا ربنا هيشكرني؟ الله، مش انت بتنعم على عباده؟ معايا في الانفاق بالتحديد. انت لما بتتلو كتاب الله عز وجل بتخرج منه بتعاليمه، بتتفكر فيه، بالتالي بيأثر فيك روحانيا، بيربطك بربنا ربط كامل. بالتالي بتبقى لا بتظلم ولا بتسرق ولا بترتشي ولا اي حاجة. بتقوم تصلي، تقف بين ايدين ربنا خاشع، وانت عارف انت واقف بين ايدين الملك. تخرج تنفق في سبيل الله في السر وفي العلن. وانفاق ايه بقى؟ مما رزقناهم. وانفقوا مما رزقناهم. ايه اللي رزقناهم؟ يعني اي حاجه معاك خرج منها اللي ربنا رزقه لك، حتى ملابسك القديمه. شوف لدرجه ايه الملابس القديمه اللي هي يعني انت مستحي تخرجها دي، لا خرجها. حتى الاساس بتاعك القديم اللي انت مش عايزه خرجه. حتى لو انت مش قادر خالص بقى، دي للناس على اللي انت عندك فيس، عندك يوتيوب، عندك حاجه من دي. انشر الحلقه وانشر رقم الجمعيه، ده انفاق. انت مش عارف مين اللي هيشوفه ومين اللي هينفق. تمام. فهنا ربنا عز وجل وصف الوصف ده كله بانه تجاره، وقال ايه بقى؟ لن تبور، عمرها ما تخسر. ده تجاره دايما هتحس بها لما تيجي تموت، وهتلاقي اثرها وانت عايش وبين ايدين الملك يوم القيامه، وتدخل تجارتك ديت متجسده في قصور واشجار في الجنه ان شاء الله. جميل. احنا عندنا كل يوم ثلاث بنذيع إنجاز عملته أو عمله الناس بمساعدة جمعية البر والتقوى المصرية. خلينا نروح نشوف الإنجاز اللي عملته. بتبقى مساعدة، سيدة خارجة تطلب مساعدة أو طالعة معنا في الحلقة تطلب مساعدة، وبالفعل بيتم مساعدتها. إيه نوعية المساعدة؟ خلونا نروح نتفرج. ولا عندنا سرير، ولا عندنا دولاب، ولا عندنا اي حاجه، ولا عندنا ثلاجه. وانشحت البق الميه في الصيف، وانا انت شايف البيت بتاعنا المطر اتنطر، ولا حتى بتاع شنطه على دماغي من النطر على دماغي، والشنطه على دماغي. اللي يخش يرمي الجيران يقولوا له تعالوا تعالوا، اقول له ما انا رحت فين قاعده، هذا انا حتى الشنطه على دماغي وقاعد. وربنا اللي علمه بنا. كل عايشين مساكين تحت ربنا،
عايشين الحمد لله باللي عطوا لنا ربنا وفرجت علينا انتوا ربنا وحلوين الحمد لله، ولا نطل ولا حاجه، والله اتعمل عندنا البات كليته هودي وحلوين هودي والحمد لله، والسقف البات كليته، عمل السقف البات كله، والمطبخ والحمام وجزء الثلاث اوض والحمد لله، والصاله والبات كله اتعمل، بشكر جمعيه البر والتكوين، عملوا لنا باتنا بالخشب كله، وجابوا لنا سرير، وجابوا لنا كوميدينا وكرسي. فرحانه والله، فرحانه يا ابن ربنا يفرحكم. الحمد لله يا رب اللي سترتني في اخر ايام، الحمد لله بقى في الايام الاخيره، الحمد لله سترنا ربنا الحمد لله من عنده الحمد لله، وربنا ينجيكم ولا تشوفش المرض بحد عليكم ويستر عليكم ربنا. كنا عايشين الباب اللي عطوه لنا ربنا، كنا طايلين ايام احلى، كنا متبهدلين من النطر ومن التراب ومن كل حاجه، نعمل ابا ما احنا كان رضا علينا ربنا بكده الحمد لله. والله كانت بتنزل علينا النطره وتبهدلنا، والواحد يحط شنط والعيال تحط شنط والكبار يحطوا شنط، والحمد لله سترها ربنا الحمد لله وحد عليكم ربنا. الحالة دي كانت امتى وخلصتوا حاجتها في وقت قد ايه؟ الحالة دي تقريبا بقالها 20 يوم. تمام؟ بس هي طولت معانا شوية على أساس كان في شغل كتير في البيت. ما كانش في بيت أصلا من الأساس فيه. فدي من عادة المتبرعين إن هم فعلا ما فيش حالة بتتعرض إلا وبتساعد بفضل الله عز وجل. ساعات بتقعد معانا أسبوع، ساعات بتقعد 15 يوم. دي قعدت حوالي 20 يوم. لان ما كانش فيه بيت من اساسه خالص. لا في حمام ولا مطبخ ولا اي حاجه. انا رحت الفيوم وصورت وشفت، وتهيالي ان انا شفت بيوت كده بالشكل ده، بس جنبهم كتير قوي عشش يعني. بصي، في مشكله بتقابلنا في البيوت بالذات. احيانا بيبقى ارض دوله. بجيش جنبها. هو عامل عشة وقاعد فيها ما عرفش يجي جنبها خالص. احنا بنعمل خير ما يخالفش قانون. ده عشان بس نبقى متفقين. لا، وانت ممكن تعمل ويتهد. ما هو ساعتها انا شكل ايه في قدام المتبرع؟ ما يعرف ان هو عامل. احنا بنروح لرئيس مجلس المدينة او الوحدة المحلية، بتاخدوا موافقة انكم الناس ديت يقول لا اعمل ده، لا ده ما تعملش، ده هيشال هيشال. فاحنا بنبقى حريصين جدا على ان احنا نتحرى الديمومه في عمل الخير. بنعرض على بعض الناس دي، طب ما نجيب لكم شقه اجار وتقعدوا في مكان امن، يقول لك لا احنا عندهم امل ان في يوم من الايام يتملك، مش فيش تملك لارض الدوله خالص. او دي قصه بينهم وبين الدوله مالناش علاقه بيه. بس انا ما اقدرش اخالف قانون. تمام؟ لان انا في الاول بعمل خير في بلد لازم ارسخ فيها احترام القانون. يعني ده طبعا ربنا يجعل الدعوات اللي بتتقال في ميزان حسنات المتبرعين. وعندنا امل كبير ننشط بقى الفتره ديت، عندنا بيوت كتيره جدا عايزه اسقف. ابشركم ان احنا ان شاء الله النهارده بالليل مغادرين لوسط سيناء، القافله اللي احنا وعدناكم بيها وانتم شاركتوا معانا فيها. وهننقلها بتاعت المعيز؟ الصوره بتاع المعيز. طيب كويس. ان شاء الله. انتوا من ساعتها بتعلنوا عنها بقالك فتره. ما هو في ترتيبات امنيه، في ترتيبات تجهيز. في مثلا معالي المحافظ كان مصر ان احنا يبعت لنا حد يليق بالموضوع. مجلس المدينه كان مصر رئيس مجلس المدينه يحضر بنفسه. ففي ترتيبات بتاخد وقت كده لغايه ما خلاص تمام ورتبنا. تاخد وقت قد ايه بقى؟ انتوا هتوصلوا القافله تطلع النهارده بالليل؟ واحنا هنسافر بالليل نرجع بعد بكره ان شاء الله. طبعا مفيش نوم، ادعوا لنا بس كده ربنا. وحضرتك طالع معايا؟ راح معاهم. الاماكن الحدوديه لازم اطلع بنفسي. على اساس بيبقى في قرارات لازم تتاخد فورا، مفيش هناك شبكه. مش هيعرفوا يكلموا. فعشان يرجعوا. فانت تروح بقى شخصيا. قرارات سريعه في ساعتها. طيب خلينا نروح بقى الواحات البحريه. انتوا جايبين حالات كمان من الواحات البحريه؟ احنا خلاص سيبنا بقى الفيوم بالنسبه للعرض بتاعنا، رايحين على الواحات البحريه. معانا هناك اكتر من 90 حاله. بيوت تعبانه جدا. بعدها ننتقل لمكان تاني، يعني نحاول ندي لكل محافظه جزء كده بحيث برضه يبقى في عداله في التوزيع شويه. طيب خلينا نروح نشوف حاله تقى
في الواحات البحرية ونرجع نشوف محتاجة ايه بالظبط. الفكر بلم عليه كرتون وقلب كنز والكلام ده وبيعهم واصرف على بنتي وعلى عندي 3 عيال. الحادثه دي حصلت من حوالي 5 سنين. كانت انا وانا وامها كنا شغالين في المصنع بتاع البلح وجايين الساعه 4 اخر النهار. الفئه دي نزلت من العربيه وجت داخله على تخش على البيت. جت عربيه انا محمله بلح عربيه نقل دست على رجليها. خدناها وجرينا على المستشفى البويض وخدونا مودونا المستشفى اللي بالهرم دي مستشفى الهرم. قعدنا فيها 45 يوم. أول حاجة قطعوها صابع رجليها، فضل يقطعوا منها الخايد فكده عند الكعب رجليها كده وقفت على كده. جه واحد برضه من ياسر الخير يعني اتبرع يعمل لها جهاز ويطلع من باب المستشفى، أو راح عملوا لها الجهاز لما لبسته راح فتح لإيه؟ العملية التانية، رجلها اتجرحت جابت دم، الجهاز نشف وراح لإيه؟ لمناها، صعبان عليا بنتي اللي بيحصل فيها ده، أنا كنت أستمنى رجليها تتقطع ويحطوها بدل اللي يحطوا لها ليها. ربنا الحمد لله ونعم نعم ربنا اللي هو بقى الكعب ده يتحرك. بس بقى فين الجهاز بقى اللي يتعمل صح ليها؟ لا شوف الجهاز ده ستك الكعب اللي ليه؟ حاجه ببلاش اي واحد يعمل حاجه ويروح يعني مش مشكله. انا اللي انا عايزه جهاز لبنتي بس تلبسه صح وتمشي بيه صح زي الناس. لكن هي بتلبسه دلوقتي الختيل الختيل كده يبقى بره هنا. انا عايز بنت بقى زي بنتي ماشيه في الشارع صح. طب انا راجل بقى قادر بقى كنت قادر اعمله على حسابي بس اجيب منين؟ انا اجي ما كانتش ما كانتش كانت صعبه. نفسي بكاوز عشان نمشي ان شاء الله حتى انا جبت عجيب لك اصلا. يا وجع قلب الأبهات لما تشوف المشهد ده. دي جميلة وشاطرة وبتكتب وبتقرأ وخطها جميل ان شاء الله نجيب لها. ايه مشكله الجهاز انا مش فاهم. هو الاول انا عايز اقول للساده المشاهدين حمدتوا ربنا ولا لسه؟ حد لسه عنده هم؟ ولادك كويسين؟ احمد ربنا بقى وادع ربنا ان هو يحفظك ويحفظ ولادك. البنت دي المدرسه اللي اتصلت علينا وقالت لنا عليها. يا روحي هو اهلها زي ما انت شايفه كده اغلب من الغلب. الناس ديت ما تعرفش حاجه في اي حاجه. ده ما حدش عنده تلفزيونات خلص. ولا بيشوف برامج ولا يعرفوا جمعيات ما يعرفوش ولا حاجة خلص. ربنا هو اللي بيبعت مش هم اللي بيطلبوا. نزلنا هناك نشتغل نظر المدرسة هناك عارف ان احنا يعني بنيجي في التلفزيون وكده وفعلا بنساعد فاتصل. البنت دي شاطرة جدا وشكلها وحش قوي بين زمايلها خصوصا ان الجهاز قديم قوي وبايظ وهي يا. ماشية وخلاص بيعورها ما بيفيدهاش يا لبومك يا بنتي. فبيقول لدرجة ان هي فكرت كتير قوي تقعد وبنروح نجيبها من البيت عشان تكمل دراستها. طبعا فوجئنا بقى بالاب وبالقصة هي ايه. ما كانش قال لنا طبعا القصة. ما رحنا بقى سجلنا عرفنا ان دي تريلا دست على رجلها وهي راجعة. الواحات البحرية يا جماعة عشان تبقى اللي ما يعرفهاش دول بيشتغلوا شهر واحد في السنة. تشتغلوا ايه شهر واحد في السنة؟ يروحوا يلموا بلح. بس. بقية السنة مفيش شغل. معايا؟ فأنا عايز أقول للناس إحنا هنقعد فترة في الواحات البحرية نشتغل فيها شوية. حقهم علينا. فأنا بهيب بس بكل اللي بيشوفونا. مشكلة التقى
ان الجهاز هنعمله هيكلفنا حوالي 40,000، وبعد فتره هيتغير لان هي بتكبر، كل ما هتكبر كل ما هنغير المقاس. معلش عشان البنت دي تكمل ممكن تطلع دكتوره او مهندسه، انها مجتهده فعلا بدايه ان هي ملفته للنظر في قلب المدرسه بتاعتها. طيب وكمان انت بتقول ما بيشتغلش باباها؟ ما فيش شغل، هي شهر واحد بس في السنه. فعايزين كفاله؟ نفسنا حد يكفل الاسره ديت. زي ما انتم شايفين البيت بسيط جدا، ما فيش فيه اي حاجه، هو الراجل كل همه جهاز بنته. هو ما عندوش غير تقى؟ عنده اطفال تانيين صغيرين، وراجل كبير ومكافح بصراحه. بس يعني احنا دخلنا بقى في اتجاه تاني خالص في عمل الخير، في منطقة لها طقوس وتقاليد مختلفة عن الأماكن كلها اللي احنا بنشتغل فيها. ف يعني بصراحة الله يكون في عونكم، ما تزعلوش مننا من المناظر اللي بنعرضها، احنا بقدر الإمكان بندور على الصورة اللي هي يعني تليق بيكم والله، يعني احنا في حاجات ما ينفعش تتعرض. لذلك خليكم في ظهرنا، لأن لو اضطرنا نعرض حالات أصعب من كده أنتوا هتزعلوا كتير. احنا داخلين على رمضان، عايزين نفرح اكبر عدد ممكن من الناس. في 90 بيت في الواحات البحريه عايزين يتعاملوا اسقف، وعايزين يعني يروح لهم فرش على الاقل. فرش البيت هو انا بس عشان ارجع لتقى، لا في ناس كتير بتلبس اجهزه مريحه تبقى كويسه جدا، وبتتحرك زي الايدين والرجلين ومتطوره، ده اللي بتقول عليه ده هو ده اللي نعمله لتقى. هو ده اللي هو ب40 ده اللي ب40 هو ده. لا سهل ده 40 بعد الخصم بالنسبه لنا. لا سهل ان شاء الله، بس يعني حاجه غالبا بيبقوا الماني او بيبقوا حاجه كده. بتبقى حاجات سهل التحرك معاه. الجهاز اللي هي لابساه ده اولا مش على مقاسها، لا عشان نبقى متفقين، بس حبيبتي بتمشي وهي بتدري رجلها وخلاص وبتمشي يا حبيبتي. قادره يعني بتمشي، وهي كل ما بتمشي فيه بتتعور. يا قلب امك يا حبيبتي. وصبره، الناس دي صبوره جدا، بس هيعمل ايه؟ ما هو مش لاقي، ما فيش حل عنده. المنطقه هناك منطقه يعني فقيره جدا، وعلى قد ما بيعيشوا بقى. ان شاء الله ربنا يقدرنا ويقدر الناس ان هم يقدروا يساعدوا تقى واللي زيها. هيبقى هي هتحتاج الجهاز، وهيحتاجوا كفاله شهريه عشان البنت دي تكمل. المشكله انه الاهالي مش بتقدر تكمل الدراسه كمان. لا معظمهم بيطلع بيخرجوا الدراسة. الولاد والبنات وتبقى شاطره، ما بيقدرش يقول لك اجيب منين، فحد بس يتكفل بدراستها وكده، لانه البنت دي شكلها شاطره ما شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض. احنا خلصنا ولا لسه؟ طيب ماشي. انا قلت هختم كده من غير حاجه، بس قبل ما يعني نختم عايزه بس افكر الناس بالكراتين. انتوا شغالين في موضوع كراتين رمضان. كراتين رمضان يا جماعه محتاجين كميه كبيره، لانه كل بص من غير ما تقول ناس كتير بتطلع. وانا كنت من الناس اللي بطلع وبعمل انا الكياس بتاعتي، بس بقيت اطلب منهم على طول يعني اشتري كراتين البر والطاقه المصريه، لان هي بصراحه كويسه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض. بشكركم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.